السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح نجرب الابيس بهاي اللعبه، بلعبه وذر ويلز الاول. ما تعرفين توني فتحتها ليش؟ لانه انا تاخرت على ما كملت القصه، فما فتح لي من اخلص القصه. علي حال قبل ما نبدي، اذا حاب تشحن اللعبه او تبيع حسابك بجينشن او تشتري حساب او تشحن حسابك بلعبه وذر ويلز جينشن، فكذا نعرض اكثر متوفرات المتجري، رابطه جوا بالوصف. المتجر يا شباب اذا انت من العراق متوفر كل طرق الدفع عن طريق رصيد زين كاش، اذا انت خارج العراق متوفر طرق الدفع عن طريق الماستر كارد والفيزا. اوكي، اول شيء يا شباب صراحه ما ادري بس شنو هاي العشرة، اعتقد يعني استعمال الشخصيات محدود، انه نفس الشخصيات ما تقدر تستعملهن هواي. اذا هيك النظام فيعني النظام سيء، لانه انا راح الزق بهذن الشخصيات. يب، بس يعني هذا يجدد كل يوم لو شلون. اوكي، خلينا نشوف ونفهم شنو الوضع. اوكي يلا خلونا نبدا يا شباب ونجرب. طبعا اول شيء انا قوي كلش من هسه. ليش؟ لانه مستويات الوحوش المفروض كنا نقاتلين على رانك، يعني رانك 20، انا هسه رانكي 34، لذلك تقريبا ما راح نلقى تحدي بهذني الطوابق. طبعا اول شيء ايضا وقت، والصراحه الرهيب انه خالينا اياها الوقت حالي، يعني تقريبا ايش قد. اوكي خلصنا حرفيا، بعدني بدي اشوف 150، يعني تقريبا دقيقتين ونص. يب، نبدي بالثاني، ثاني مكان، بس اريد اشوف هذني كلش قد يجدد المهمات. اوكي ثاني فلور، يلا. اوكي هذا على الاقل شويه اقوى من دولا، بس ايزي هم مات نفس الشيء. فتعالوا تعالوا تعالوا هم مات. اوكي يا اوه هاي نزلوا، شنو السالفه؟ خلونا نشوف اذا خلصنا هذني فلورات، يعني اعتقد اذا خسرنا همات ينحسب علينا استعمال. اذا هيك شوي نظام يعني شويه مو، بس خلونا نشوف، خلونا نخلص هذني فلورات سهله ونروح للي شويه اصعب. اوكي خلصنا الفلور هذا همات. اوكي اخر فلور نقدر نسويه الفلور 4، اريد اشوف هل راح يتجدد او شلون. اوكي يعطينا انكريس بالاتاك والانرجي ريتشارد. اوكي نايس، مطفات حلوه. طبعا بعدها مات الليفل، بعدها ناصي. اوكي خلونا يا شباب اريد اراويكم حاليا قوه شخصياتي. نشغل الالتات، الدوش نسوي، نجي نستعمل الالت مال الجيان ونقعد نضرب ويا الحركات الباقيه. طبعا مرتفي راح يعطينا واللي هي انكريس بالهيفي اتاك، يعطينا تقريبا قد 38% بالمئة زياده. والصراحه باقي الافكتات ما قريتها، انا قريت بس افكت ال 38، وانا همات عندي سي جد اعتقد سي 4 او سي 5 ما اتذكر، لكن اعتقد سي 5، فلذلك راح احصل ايضا افكتات ثانيه بس الصراحه ما قريتها، فما ادري بالضبط شنو راح احصله من الكونسليشن. اوكي اوه خلصنا. اوكي خلصنا واللي هو المكان السهل، ونجي لهذا المكان. عندنا اثنين، الاول ايش قد الليفلات مالته؟ 50 55 70. حتى 70 معقول يعني. اوكي نايس، رجعوا رجعوا رجعوا. اوكي نايس، خلينا نشوف ثاني 50 55. اوكي الليفلات معقوله، بس اوكي عندنا ثلاثه، لازم اخلص كل الستيجات. اوكي يعني راح يفتح لنا ويا نقول كل ما نخلص ليفلات سهله راح يفتح لنا الليفل الاصعب. اوكي خلونا نخلص ذني الليفلات. بالنسبه للريكومندد خلينا نشوف شنو الفريق، نفس فريقي يالين ناصحين بيها تقريبا نفس الفرقه، وانا فريقي افضل اكثر واحد مستعملينه هو نفس فريقي. والصراحه انا مقصر ويا شخصياتي لان بعدني ما نطورها، يعني فورينا بعدني ما نطور ترد ولا سكيل عندها، ومرتفي ايضا ما نطور سكيلاتنا كلها، او يعني مو كلهم فاتحين، فشويه راد احسن من هاي الناحيه، لانه ركزت على شخصيه جيان بشكل مو طبيعي، بحيث كل موارد صرفتها عليه وما خليت له شيء ما طور، حتى السلاح على الرغم انه سلاحه زباله يعني مو افضل سلاح له، لكن طورت. اوكي الاوترو سكيل راح تزداد 120، وكل البارت ورا تخلص الاوترو سكيل راح يحصلون 30% زياده بالاتاك، فكلش اضافات رهيبه. هسه شو نسوي؟ شيء اول شيء شغل الاوت، بدي اسوي الكيو. دور شو نسوي؟ نجي نحاول نكسر دروعاتهم شويه، دور نجي نسوي الاوترو سكيل، لا هالانترو اعتقد سكيل، نجي نشوف الدمج مالتهم يعني معقول. ابدي اسالكم يا شباب، باعتبار انه اغلبيتنا جبنا شخصيه جيان، فابدي اسالكم ايش قد شنو او ايش قد يعني على شيء جبتوه
الشخصيه كدمج، ايش قد نقول طورتوها، كتبول التفاصيل عن شخصيه جيان لانه صراحه احد الشخصيات الرهيبه والاسطوريه باللعبه. بالنسبه لي صراحه افضل شخصيه، شخصيه يانلين كلش رهيبه الصراحه وكلش قويه، يعني طلعت فوق ما صورتها اصلا. ووقت تصوير هذا المقطع او يعني وقت نزول هذا المقطع المفروض نازل لكم مقطع يانلين، بس حاليا انا قاعد اجمع لها للبناء على مود افتح اسوي الشات، فما ادري الصراحه لا طلعت لي الشخصيه او لا، بس الشخصيه اذا طلعت لي صراحه يكون مساعد عملاق للفريق، لانه الشخصيه يا شباب تلعب لعب بالميتا، يعني اذا انت بتهتم للارقام فشخصيه يارلين المفروض تهتم انه تجيب. هسه شنو الاضافات اللي تضيفين، شنو اقول سكيلاتها، شلون تضبط ويبه، صراحه ما درست الموضوع لانه اذا ما طلعت لي فما راح، شنو الفائده اذا ما طلعت لي اهتم انه بيها. فبنتظر الصراحه راح نشوف شنو الوضع يطلع لي او لا، وان شاء الله تطلع لي. ايضا كتجربه سريعه للعبه، الصراحه يا شباب اللعبه ابدا ابدا ونفس ما توقعت، اللعبه طلعت افضل ب 20,000 مره، بحيث وقت نزول هذا المقطع او العفو قاعد اصوره طلع خبر واللي هو انه اللعبه توفوقت على جينشن وعلى كل الالعاب باليابان من ناحيه الشحن، لدرجه انه المتجر الياباني اللي صراحه ما اتذكر اسمه اللي او هو طريقه الدفع اليابانيه انغلقت بسبب انه صار مشكله من قد ما انه اللاعبين دفعوا على اللعبه، فيبين هذا نجاح مخيف للعبه، والصراحه اللعبه تستاهل. واحنا نحتاج يا شباب اكو شغله واللي هي انه قد ما يصير اكو تنافس المستفاد الاول والاخير هو اللاعب. ليش؟ انا اشرح لكم يا شباب، الشركه من تصير مسيطره بعد ما تهتم حتى صوت اللاعب، ليش؟ تقول اللاعب ما عنده مكان غيري، يعني ما عنده نقول خيار ثاني بس انه يلعب لعبتي، لا يريد يلعب نظام الجاتشا او يلعب نظام يعني نفس نظام لعبتي، وماكو لعبه ثانيه تقدم له نفس الجوده اللي انا اقدم لي اياه، فيرتاح، ترتاح الشركه من هاي الناحيه. اما اذا شافت اكو ضغط واكو لعبه ثانيه بنفس نظامها وتقدم شيء افضل للاعب، فراح تبدي تخاف وتبدي تحاول ترجع. والدليل انه احنا اللاعبين القدماء بجينشن، يعني الاشخاص اللي نفس البادين بدايه اللعبه، يدرون صارنا 3 سنوات نلعب اللعبه، ايش قد ما كنا نطلب من عندهم انه يزيدون الريزين، ايش قد صارت حملات على هذا الشيء، زيدونا الريزين عمين، ريزين قليل، ما نقدر يعني ما عندنا فعاليات باليوم هواي، لانه حرفيا شو تسوي لك؟ تسوي لك كم دنجن خلصن، تسوي لك بوسين 3 خلصن، ما استمعون. اما حاليا سبحان الله اول ما نزلت اللعبه مالت وذرنج ويلز، اللعبه قررت انه اوكي نو برابلم، انتم مو تريدون نزيد لكم الهاي، تعالوا تعالوا زيدناكم اياه، خليناكم اياه 200، وشنو الفائده هسه؟ انا رجال انتهيت، صارت عندي لعبه ثانيه اهتم لها وتدللني، شنو اريد من لعبتكم بعد؟ لذلك انا اقول لكم يا شباب شجعوا على واللي هي انه تنافس، شجعوا على اللعبه. وايضا بنفس الوقت يا شباب احنا نريد جينشن تنجح، انه ترجع النجاح الاولي. ليش؟ انا قلت استار العفو اللي هي وذرنج ويف اذا تمرت بهذا النجاح واذا سيطرت على السوق وجينشن ماتت موته رسميه نقول ودعناه المرحوم بشكل رسمي، راح يضر هو احنا. ليش؟ اللعبه مالت وذرنج ويف همت راح يصير نفس حاله جينشن، انه راح يصير هو المسيطر على السوق، هو نقول اللاعبين كلها تلعب لعب، فراح شنو يبدي ايضا نفس حالة جينشن همات يبدي نقول يقلل انه ايش قد يعطي وشات، المحتوى يمطط بي، ما ينزل لنا شيء جديد، وكل المشاكل اللي عانيناها بجينشن راح تنفع. لذلك انا اقول نجاح اللعبتين بالنسبه لنا هو شيء مهم وشيء مفيد. ايضا هو الموضوع يعني نقول تناقشي، فقولوا لي رايكم به. انا صراحه بمقاطع تجارب ومقاطع خاصه الابيس احب افتح موضوع نقاش، يعني يصير المقطع عباره كانما احنا قاعدين سوا بسيرفر ديسكورد او نقول بشات معين وقاعدين نحكي سوا، لذلك احب تشاركون رايكم بهذا الموضوع، لانه انا الصراحه اشوف انه فعلا نجاح اللعبتين راح يكون كلش مهم، انه راح يكون شيء حاسم بالمحتوى اللي راح نلقاه
للأسف ما قدرنا نخلص لأنه كلش مستوى عالي بالنسبة لنا. بالنسبة للي نقول البرايمر راح نحصله والسحبات الشخصيات القصة وجودتها ولا آخر من التفاصيل. فلذلك أقول إنه إيش قد ما جينشن وذر يتنافسون ضد بعض، إيش قد ما إنه واحد ينزل والثاني ينزل شيء جديد، هذا الشيء لازم نفرح لأنه راح نحصل راح نحصل لنا شيء جيد على الأقل. ناخذ يا شباب الجوائز، ما شاء الله ما شاء الله، وأخيرا والله نايس. يعني هاي الجوائز يعني كر إلى جد، يعني 300 600 700 800. هنا أيضا يعني جد يصيرا إلى نفس الشيء، همات هنا 800، وإذا هنا همات نفس الشيء لا يعني في محترم راح يكون. على حال تجربتي هاي يا شباب للأبيس، صراحة الأبيس يعني فكرة لمز جينشين ما بيشي جديد، يعني مجرد انه اعتبار قوتك والقوة بنائك للشخصيات. الحركة الحلوة والمميزة عن جينشين حركة اقتراح الافرقة او يد نسبة انه اكثر فريق مستعملين اللاعبين، هذا راح يسهل على اللاعبين اللي ما يعرفون يبنون الفرق، هواي ما يعرفون يبنون الفرق وما يعرفون يضبطون تيمات. صراحة تضبيط التيمات هنا كلش رهيب، انه خالين هيك فكرة. على هل من عجبكم المقطع ان شاء الله نبني الشخصيات بعد ونجرب سوي تحديات بسبايرر لابيست. اشوفكم بقرب وقت، السلام.